فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص كان له ماض سيء وكان بائع مخدرات وشاربا للخمر وكان يسرق ولا يصلي ولا يصوم، ومضى على حاله هذه 10 سنوات وتاب إلى الله الآن من هذا الفعل. الحمد لله. تقول: هذه المسروقات من أناس لا يعرفهم ولا يعلم قيمتها ولا يعلم قيمة المبالغ التي سرقها من كثرة سرقاته، فماذا عليه في الصلوات وفي الصيام وفي الغيبة والنميمة وفي الأمور المسروقة؟ أول شيء التوبة، الحمد لله، من الله عليك بالتوبة فحافظ عليها وحافظ على الصلاة وعلى العبادات، واشكر ربك على أن وفقك للتوبة. والأمر الثاني أمور الناس التي أخذتها منهم، إن قدرت على ردها عليهم فردها، وإن لم تقدر فتصدق بها عنهم، وإذا لم تقدر لا بردها ولا بالصدقة عنهم فإنك تسأل الله التوبة والإعانة متى ما قدرت وهم موجودون تردها عليهم، وإذا تعذر عليك الرد فأنت معذور إن شاء الله. المهم التوبة، التوبة هذه هي الأصل. نعم.